وفي مداخلة هاتفية في نشرة سابقة، تحدث السيد محمد عيسى العباسي عضو مجلس النواب وعضو لجنة الأخوة البحرينية الإماراتية بالمجلس عن أهم ما دار في جلسة المباحثات مع الوفد البرلماني الإماراتي. تم بحث سبل تطوير العمل البرلماني المشترك وأيضا فعاليات العمل بين السلطتين التشريعتين في البلدين من خلال ابتكار أساليب جديدة ووضع تدابير مستحدثة يعني تضمن تطوير العمل البرلماني والتشريعي. أيضا تم التوافق على إيجاد آلية عمل تضمن مواصلة تبادل الزيارات وإقامة برامج وورش تدريبية بين الأمانتين العامتين واعتماد منهجية التدريب على رأس العمل للكوادر التابعة لكل الأمانتين في البحرين والإمارات. وحقيقة يعني يقاس العمل بين البرلمان البحريني وأيضا السلطة التشريعية في البحرين وكذلك في دولة الإمارات ما يقاس حقيقة بحجم يعني الزيارات، ولكن بحجم التوافق فيما بيننا أيضا في المواقف الدولية في مشاركة الأعضاء سواء من دولة الإمارات أو مجلس النواب في يعني البرامج الخارجية أو الزيارات الخارجية.